بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الزراعة البعلية وكيفية التعامل مع هذا النوع من الزراعات، لأن الموضوع ده يا جماعة بيقابلك كتير جدا بعض المعوقات وبعض المشاكل اللي بتقف قدامك في الزراعة دي، لأن أنت مش بتقدر تتحكم في النبات بشكل كامل، ما بتقدرش تديله مية وقت ما بيكون عايز مية، ما بتقدرش تمنع عنه الميه لما يكون مش عايز ميه، فالموضوع بيبقى فيه بعض المعوقات او بعض المشاكل في هذا النوع من انواع الزراعات. فهقول لحضرتك النهارده يا جماعه ازاي تتعامل مع هذا النوع من انواع الزراعات، كمان هقول لحضرتك والاول مره يا جماعه هتسمع الكلام ده على برنامج تسميد ورقي. برنامج تسميد ورقي هيفرق معاك كتير جدا في انتاجيه المحصول اللي موجود عندك، هيديك اعلى انتاجيه ان شاء الله، كمان هيديك جوده عاليه للثمار الموجودة عندك. فانت تركز معايا يا جماعة وتحاول بقدر الامكان انك انت تسجل كل المعلومات اللي انا هقولها لحضرتك دي، عشان مش هتسمع الكلام ده في اي مكان تاني يا جماعة زي ما بقول لحضرتك كده، او انك انت تحاول بقدر الامكان حتى ان انت تحفظ الفيديو عندك او انك انت تحمله عندك ويبقى مرجع عندك تبدأ ترجع له لما تحتاج تراجع التسميد او برامج التسميد اللي انا هقول لحضرتك دلوقتي واشرح حالك بالتفصيل وازاي تتعامل مع الاشجار دي. بدايه كده يا جماعه خلينا نكون عارفين ان الزراعه البعليه دايما انتاجها بيبقى قليل. طيب انا اعمل ايه عشان اظبط الدنيا كده وتبقى الدنيا حلوه معايا؟ انت زارع اشجار مثمره، سواء كنت زارع مشمش او زارع ليمون او زارع عنب او زارع برتقال او زارع خوخ او زارع اي صنف من اصناف الاشجار المثمره يا جماعه، او زارع زيتون، اي صنف من اصناف الاشجار المثمره، ما تسيبش بين الاشجار فاضي، ما تسيبش يا جماعه المنطقه بتاعه الشوارع دي ما تسيبهاش فاضية، ازرعها. انت كده كده اصلا معتمد على مياه الامطار في الري، فانت كده كده الموضوع مش هيفرق معاك في حاجة. ازرع يا جماعة بعض النباتات او بعض الخضروات بين الاشجار دي، ابقى سيب لنفسك خط او مسافة للخدمة وللخدمة اللي انت هتخدم منها او انك انت تمشي او ترش فيها، وازرع باقي الجزء الاخر عشان تستفيد منه ويدر عليك بعض الارباح الكويسة اللي هتسند معاك مع انتاج الاشجار المثمرة. انت ممكن كمان يا جماعه في الشتاء في اصناف بتتحمل الاجهاد المائي بشكل كويس جدا، يعني انت ممكن تزرع بسله، البسله هتبقى كويسه جدا يا جماعه معاك، ممكن تزرع كرنب، الكرنب هيبقى كويس جدا، او اللي احنا بنقول عليه ملفوف هيبقى كويس جدا معاك يا جماعه، كمان هو مساحاته اما تزرع على مساحات واسعه ممكن تتحرك وسطه تتحرك فيه بشكل كويس وبشكل مريح جدا ومش هيعطلك في اي حاجه لو انت بتعمل اي عمليات فنيه للاشجار اللي موجوده عندك. كمان انت ممكن تزرع ارنبيط، ممكن تزرع زي ما قلنا بسله، كرنب، ارنبيط، بعض الحاجات دي يا جماعه تزرعها، ما تسيبش الاماكن الفاضيه اللي موجوده عندك، استفيد من الاماكن اللي موجوده عندك دي، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس جدا. طيب انت الناس اللي بتزرع زراعه بعليه يا جماعه او الناس اللي معتمده على الامطار بشكل كبير في الزراعه البعليه، اتعامل مع الاشجار دي ازاي؟ بدايه كده يا جماعه في عندنا حاجه اسمها الخدمه الشتويه، حاجه اسمها ايه؟ الخدمه الشتويه. تخلي الموضوع ده في دماغك يا جماعه اساس عندك، موضوع الخدمه الشتويه ده لكل اصناف الاشجار المثمره، حاجه اسمها يا جماعه ايه؟ الخدمه الشتويه. انت بتجيب السماد العضوي المتحلل كويس، بتحلله بشكل كويس وبتبدا تحطه من اول شهر 12 يا جماعه، تحطه في شهر 12، تحطه في شهر 1، تحطه في شهر 2، الخدمه الشتويه يا جماعه بتحط في خلال الثلاث شهور دول، تبدا تحط الخدمه الشتويه بتاعتك وما تحطهاش قريبه من جذور النباتات، تركز قوي يا جماعه في الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده، يبقى في مسافه بين الجذور النباتات ما تقلش عن 50 سنتي، ولما تيجي تحط الخدمه الشتويه يا جماعه او السماد العضوي للنبات ده بيبقى اساس يا جماعه، النبات او الشجره بتعتمد عليه اعتماد كبير جدا خلال موسم النمو، فانت تركز قوي يا جماعه وما تنساش موضوع الخدمه الشتويه ده. هتعمل حوالين الشجره اللي موجوده عندك اربع حفر او خمس حفر، وتبدا تحط في كل حفره كميه من السماد العضوي اللي موجود عندك، يكون متوزع حوالين منطقة الجذور يا جماعة، ما تحطوش في جنب وتسيب جنب التاني، تحطه حوالين منطقة الجذور ويكون بعيد عن الجذر يا جماعة، بعيد عن محيط الجذر بحوالي 50 سنتي، تركز قوي في الكلام ده يا جماعة. طيب عندنا نوعين يا جماعة من الزراعات البعلية، عندنا الزراعة البعلية الصيفية والزراعة البعلية الشتوية. الزراعة البعلية الصيفية يا جماعة وهي بتبدأ الزراعة فيها من بداية
شهر مارس او من نص شهر 2 وحتى نهاية شهر ابريل. ركز قوي في الكلام اللي انا بقوله حضرتك ده يا جماعة، تبدأ من نص شهر فبراير وحتى نهاية شهر ابريل، دي الزراعة البعلية الصيفية. اما الزراعة البعلية الشتوية يا جماعة تبدأ من منتصف شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر، تبدأ من منتصف شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر. وهناك بعض الاصناف يا جماعة، مش ان انت كده دلوقتي مش الكلام ده معناه قرآن، لو انا عندي الدنيا تمام وزي الفل انت ليه ما بتزرعش مثلا بطاطس في شهر 12؟ ممكن تبقى كويسة جدا معاك يا جماعة، المحاصيل الدرنية كمان بطاطس البطاطا هتبقى كويسة جدا، حملها على الاشجار الموجودة عندك، ولكن ازرعها في منطقة بعيد عن منطقة الجذور. زي ما قلت لك يا جماعة تحاول بقدر الامكان انك انت تستغل المنطقة الفاضية اللي موجودة عندك دي. كده احنا ذكرنا يا جماعة نوعين من الزراعة، الزراعة البعلية الصيفية والزراعة البعلية الشتوية. طيب احنا عارفين يا جماعة ان بعض الاشجار المعمرة في الارض او اللي قعدت فترة كبيرة جدا بدأت بشكل كبير جدا ان هي تستهلك العناصر الغذائية الموجودة عندك في التربة، فبتلاقي عندك مشاكل كتير جدا في التربة، بتلاقي عندك اصفرار في الاوراق، بتلاقي عندك ورق بيصفر بيقع، بتلاقي عندك مشاكل كتير جدا في الاوراق، بتلاقي عندك الانتاج ضعيف، بتلاقي عندك النمو متوقف، لان انت مش قادر تتحكم في الشجرة اللي موجودة عندك، وبتعتمد بشكل كبير زي ما قلت لك على مية الأمطار، ومية الأمطار دي ممكن تعمل لك مشكلة، يعني ممكن تنزل في بعض المرات بشكل كبير جدا فتعمل لك مشاكل حوالين منطقة الجذور وتمنع أو تعوق الجذر من التنفس ويعمل لك عفان جذور. طيب ممكن برضو كمان تنزل بكميات قليلة جدا، مش الكميات اللي بيحتاجها النبات، فبرضو النبات مش هيديك المحصول الكافي أو الإنتاجية المطلوبة من الأشجار الموجودة عندك. طيب تتعامل مع الكلام ده ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي يا جماعة على برنامج التسميد الورقي اللي حضرتك هتمشي عليه ونبدأ نشتغل به في خلال موسم النمو ده، وان شاء الله تحصل على اعلى انتاج وتحصل على اعلى جودة للثمار. بداية كده يا جماعة خلينا نكون متفقين ان احنا عندنا النبات في ثلاث مراحل مهمين جدا من مراحل النمو النبات. اول مرحلة يا جماعة هي مرحلة النمو الخضري، مهم جدا جدا يا جماعة انك انت تعمل مجموع خضر كويس في المرحلة الاولى دي. رقم اتنين او المرحلة التانية يا جماعة مرحلة المجموع الزهري، رقم ثلاثة مرحلة المجموع الثمري. دول الثلاث مراحل الاساسيين اللي موجودين عندك في خلال موسم النمو، دول تكون مركز فيهم كويس جدا، وان شاء الله هقول لحضرتك دلوقتي على برنامج التسميد اللي هتتبعه في خلال مرحلة النمو الخضري، وبرنامج التسميد في مرحلة النمو الزهري، وبرنامج التسميد في مرحلة النمو الثمري. المرحلة من مراحل النمو اللي احنا ذكرناها هندي 5 رشات، يعني مرحلة النمو الخضري هندي فيها 5 رشات، 3 رشات، الثلاث رشات من ال5 رشات دول يا جماعة هيبقوا عبارة عن العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات خلال مرحلة النمو الخضري. يبقى ال3 رشات دول هيبقى عبارة عن العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات او الاكل اللي بيحتاجه النبات. الرشة الرابعة هتبقى عبارة عن رشة مبيد فطري، والرشة الخامسة هتبقى عبارة عن رشة مبيد حشري. يبقى انت كده يا جماعة لمينا كل حاجة، حاولنا ان احنا بقدر الامكان في ال5 رشات دول ما عندناش ان شاء الله اي مشكلة. الفطري رشنا فطري وقائي، الحشري برضو رشنا حشري وقائي، وعندك العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات في الفترة دي برضو اديناها. اول حاجة يا جماعة عشان ما اطولش على حضراتكم، اول رشة هنديها للنبات في مرحلة النمو الخضري، او هتبدأ البرنامج ده يا جماعة هتبدأ فيه من شهر 3 او من نص شهر 2 مع بداية خروج البراعم الجديدة او الاوراق الجديدة تبدأ تشتغل على النبات او للشجرة اللي موجودة عندك. اول حاجة هتدي NPK زائد مغنيسيوم، NPK زائد مغنيسيوم زائد يوريا خالية البيورايت، NPK زائد مغنيسيوم زائد يوريا خالية البيورايت. ايه يا جماعة الكميات او المعدل؟ 2 جرام NPK 1 جرام مغنيسيوم 1 جرام يوريا خالية البيورايت، دول على اللتر مية. ركز قوي يا جماعه في الكلام اللي بقوله حضرتك ده، 2 جرام NPK متوازن، والمتوازن يا جماعه ممكن يكون 10 10 10، ممكن يكون 20 20 20، ممكن يكون 13 13 13، زي ما هو موجود عندك في البلد اللي حضرتك موجود فيها.
يعني ما تجيش تقول لي انا ما عنديش 20 20 او انا ما عنديش 19 19. لو انت عندك يا جماعه 15 15 15 شغال بيه، ما فيش اي مشكله. 2 جرام منه 1 جرام مغنيسيوم زائد 1 جرام يوريا خاليه البيورات، دي الرشه الاولى. طيب الرشه الثانيه يا جماعه ايه؟ عباره عن مركب يحتوي على الاوكسينات والسيتوكينات، مركب يحتوي على الاوكسين والسيتوكينين مع بعض، تمام، زائد جرومور عالي الفوسفور زائد ان بي كي. التلاتة دول يا جماعة تركز فيهم، مركب يحتوي على الاوكسين والسيتوكينين زائد جرومور عالي الفوسفور زائد ان بي كي متوازن. طيب خلصنا الرشتين دول يا جماعة، نرش ايه بقى الرشة التالتة من المغذيات؟ الرشة التالتة عندنا يا جماعة في المغذيات هي عبارة عن أحماض أمينية زائد عناصر صغرى، حديد، زنك، منجنيز، مولبدينيا، النحاس، دي يا جماعة العناصر الصغرى. يبقى الرشة التالتة من رشة المغذيات هي عبارة عن أحماض أمينية زائد عناصر صغرى. طيب الرشة الرابعة يا جماعة تبقى ايه؟ عبارة عن مبيد فطري، ترش مبيد فطري يا جماعة، وتحاول أنت بقدر الإمكان ترش مبيد فطري يجيب معظم الأمراض الفطرية. يعني انت ممكن ترش امستار، ده بيقضي على البياض دي والبياض الذهبي. ممكن ترش برضو يا جماعه ريدوميل جولد وتحط معاه كبريت مايكروني، هيبقى انت عندك برضو قوامه البياض الذهبي وقوامه البياض الدقيق. طيب الرشه الخامسه يا جماعه معانا عباره عن ايه؟ عن رشه حشري، ترش رشه حشري يا جماعه متكامله. يعني ايه متكامله؟ يعني ترش رشه بتقضي على المن وتقضي على الذبابه وتقضي على برضو يكون فيها اقاروسي، تقضي على العنكبوت الاحمر او الحلم. يبقى كده يا جماعه قلنا الخمس رشات بتوعنا. طب الرشه الخامسه ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون يا جماعه كلوروبورفوس زائد ابامكتين زائد اميدا كلوروبرايد. دي يا جماعه الثلاث مواد دول او الثلاث مركبات دول هيقضوا على المن، يقضوا على الذبابه، يقضوا على التريبس، يقضوا على العناكب او الحلم. كده يا جماعه خلصنا مرحله النمو الخضري. طيب نيجي بقى يا جماعه دول يا جماعه الخمس رشات دول بين كل رشه ورشه اسبوع 10 ايام على قد ما تقدر يا جماعه وعلى حسب النبات قدامك. طيب ترتيب الرشات دي ايه يا باشمهندس؟ يا جماعه الزراعه هي اساسيات ولكن ليست قران، يعني مش لازم بالظبط زي ما مرتب لك كده تشتغل. انت بص على الشجره اللي موجوده قدامك، يعني انت النهارده المفروض احنا زي ما احنا مرتب لهم كده، النهارده معاد رشه ثانيه من المغذيات، وانت لقيت عندك من او لقيت عندك ذبابه او لقيت عندك اي نوع من انواع الحشرات اللي ممكن تضر عندك النبات، اجل رشه المغذي ورش رشه الحشري، تمام؟ او لو انت عندك مثلا اصابات فطريه اجل رشه المغذي ورش رشه الفطري. كده يا جماعه خلصنا المرحله الخمس رشات بتوع مرحله النمو الخضري. طيب نيجي بقى يا جماعه لمرحله النمو الزهري او مرحله التزهير. مهم قوي يا جماعه الخمس رشات اللي احنا هنرشهم دول في مرحله التزهير برضو. اول رشه هرشها في مرحله التزهير يا جماعه ومهمه جدا لازم نركز عليها، هترش جرومور عالي فوسفور زائد اوكسين وسيتوكينين. يبقى اول حاجه هترش ايه؟ جرومور عالي فوسفور زائد اوكسينات وسيتوكينات زائد ان بي كي. الان بي كي يا جماعه اساسي معايا في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. ان بي كي متوازن، جرومور او اي مركب عالي فوسفور زائد اوكسين وسيتوكينين، دي الرشه الاولى. طيب الرشه الثانيه من المغذيات ايه؟ كالسيوم وبورون. كالسيوم وبورون، ركز يا جماعه في الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده، مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده بالتفصيل كده، تمام؟ طيب الرشه الثالثه من المغذيات ايه يا جماعه اللي انا هرشها في الفتره دي؟ ارش مثبت للعقد والتزهير، نفسالين اسيتيك اسيد. ركز يا جماعه في الكلام اللي بقوله لحضرتك ده، في الفتره دي لازم ترش مثبت للعقد والتزهير، ترش نفسالين اسيتيك اسيد. طيب نيجي بقى للرشه بتاعتنا الرابعه يا جماعه اللي هتبقى رشه الفطريه، والرشه الخامسه اللي هي رشه الحشري. ركز قوي يا جماعه، انت كده هترش في خلال الموسم دول ثلاث رشات فطري، ثلاث رشات حشري، وتسع رشات مغذيات بيدوا كل احتياجات النبات اللي النبات بيحتاجها من العناصر الغذائيه، او 90% من العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها النبات انت بتديها له عن طريق الاوراق. طبعا مع الخدمه اللي حضرتك حاططها، الخدمه الشتويه اللي قلنا حضرتك عليها في اول الفيديو. نيجي بقى يا جماعه لمرحله ايه؟ المجموع الثمري او مرحله تكوين الثمار او مرحله العقد. زي ما قلنا انت في المرحله السابقه يا جماعه رشينا مثبت للعقد والتزهير، ده هيفرق معاك قوي يا جماعه كمان في المرحله اللي هي الاخيره اللي هي مرحله العقد وتكوين الثمار. طيب ايه يا جماعه اول رشه هرشها في مرحله العقد وتكوين الثمار؟ قلنا الان بي كده يا جماعه اساسي معاك،
ان بي كي هتحط برضو، بس انت بدل ما تحط يا جماعه 2 جرام في المرحله بتاعت العقد دي هتبدا تقلل ان بي كي، تقلل ان بي كي شويه يا جماعه، وانت بتحط 1 جرام ان بي كي متوازن، او انك انت تستخدم ان بي كي يا جماعه عالي البوتاسيوم، او تستخدم ان بي كي عالي البوتاسيوم، وممكن برضو تستخدمه في مرحله التزييد تستخدم ان بي كي عالي الفوسفور. يعني بصوا يا جماعه، ممكن تستخدم ان بي كي في مرحله التزهير عالي الفوسفور، وممكن تستخدمه في مرحله المجموع الخضري عالي النيتروجين، وممكن تستخدمه في مرحله المجموع السمري ان بي كي عالي البوتاسيوم، وليكن مثلا 10 10 20، يعني 10 ازوت 10 فوسفور و20 بوتاسيوم. نيجي بقى يا جماعه للرشات اللي قلناها عشان ما اطولش على حضراتكم. اول رشه هترشها يا جماعه في مرحله بعد مرحله العقد، اول رشه هترشها ايه؟ اول رشه عندك يا جماعه هترش جبريليك اسيد بمعدل 1 قرص لل 100 لتر ميه. فانت كده وصلت يا جماعه لمرحله العقد والتحجيم، احنا بنتكلم النهارده على معظم انواع الثمار. هترش جبريليك اسيد بمعدل 1 قرص لل 100 لتر ميه زائد سترات بوتاسيوم زائد ان بي كي متوازن. كده الكلام واضح يا جماعه؟ سترات بوتاسيوم 1 قرص لل 100 لتر ميه، وهتحط ان بي كي متوازن. سترات البوتاسيوم يا جماعه تضاف معدل نص لتر لو هي سايله، بمعدل نص لتر لل 200 لتر ميه، او 250 سنتي لل 100 لتر ميه، او ربع كيلو جرام لو هي بودر، ربع كيلو جرام لل 100 لتر ميه. وزي ما قلنا ان بي كي يا جماعه 1 جرام لللتر، وعندك اللي هو الجبريليك اسيد يا جماعه يستخدم معدل 1 قرص لللتر. طيب الرشة التانية يا جماعة ايه؟ كالسيوم بورون. يبقى الرشة التانية يا جماعة مكررة معانا زي ما هي في المجموع الخضر رقم 2، هي برضو في مرحلة المجموع السمري رقم 2، كالسيوم بورون. طيب الرشة التالتة يا جماعة ايه؟ سترات بوتاسيوم، سترات بوتاسيوم زائد مغنيسيوم زائد فوسفور. ركز يا جماعة في الكلام اللي انا بقوله لحضرتك دول، سترات بوتاسيوم زائد مغنيسيوم زائد فوسفور. طيب الرشة الرابعة يا جماعة هتبقى عبارة عن رشة فطري، وغالبا رشة الفطري اللي بتقفل المعدة بتبقى رشة لإعفان الثمار، ممكن تستخدم سويتش او تستخدم تريدور عشان إعفان الثمار. والرشة الخامسة يا جماعة عبارة عن رشة حشري عشان تقضي على اي حشرات موجودة عندها، سواء كانت دودة دودة الثمار، او اذا كان من او اذا كان تريبس، او بعض الحشرات المصة اللي موجودة عندك في الحقل او في المزرعة. كده يا جماعة احنا اتكلمنا عن 15 رشة هترشهم في خلال موسم النمو، يعني من شهر 2 وحتى شهر 7 او شهر 8 في خلال 6 شهور، يعني بمعدل يا جماعة تقريبا كل 15 يوم رشة. كده يا جماعة انت اديت كل الاحتياجات النبات محتاجها ادتها له من فوق، وهو زي ما قلت لحضرتك او زي ما احنا عارفين ان هو بيعتمد على الميه عن طريق الامطار. ويا جماعه اعمل اللي تقدر عليه وسيب الباقي على ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم انتم تزرعون ام نحن الزارعون، فان شاء الله ربنا مش هيضيع مجهودك، فانت اعمل اللي عليك. كمان ركز يا جماعه في النقطه اللي زي قلت لك عليها في اول الفيديو، انك انت ما تسيبش اي منطقه فاضيه بين الاشجار، حاول بقدر الامكان يا جماعه تسيب مكان لخدمتك الخدمة الفنية اللي انت هتشتغل بيها في الاشجار، وازرع الجزء الاخر. يعني ما يبقاش عندك شارع 3 متر يا جماعة وسيبولي فاضي، حرام. ازرع حتى في خلال ال 50 سنتر، ازرع فيهم، ازرع فيهم كرومب، ازرع فيهم بسلة، ازرع فيهم ارنبيت، ازرع فيهم بروكلي، ازرع فيهم اي نوع من محاصيل الخضار اللي انت هتستفيد منها. في المحاصيل برضو يا جماعه الشتويه ازرع طماطم، ازرع اي حاجه يا جماعه، ازرع خيار، ازرع كوسه. المهم يا جماعه انك انت ما تسيبش اي مكان عندك في المزرعه فاضي، وحاول ان انت تستغله بشكل كويس. كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم معلومه مفيده، واتمنى ان كنتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.